تحت سقف هذه الأكاديمية يلتقي المتفوقون والموهوبون الكويتيون من الدارسين في المرحلة المتوسطة. ناصر الرشيدي طالب متفوق على أقرانه في الصف الثامن بهذه الأكاديمية التي يتطلع من خلالها إلى الاستعداد علمياً ومعرفياً قبل الانتقال إلى المراحل الدراسية التالية. هدفي بكل النواحي وبكل الجهات أني أخدم بلدي سواء بأي وظيفة كانت، لكن مع هذه الأكاديمية أنا قاعد توفر لي إمكانيات تصل معي إلى الجامعة وإلى الوظيفة، بحيث أنه يتم توفير لي مقاعد مضمونة في جامعات خارج دولة الكويت. الرشيدي واحد من 110 طلاب اجتازوا اختبارات معتمدة عالمياً للالتحاق بهذه الأكاديمية التي فتحت أبوابها في بداية العام الدراسي الحالي لاستقبال الطلاب الجدد وفق آلية شروط محددة يتعين أن ترافق المتفوقين طوال مسيرتهم الدراسية. من هذه الشروط أن يكون الطالب حاصل على 95 وما فوق. 2 تبدأ الاختبارات بعد نتائج الصف الخامس، لأن الأكاديمية هنا عندنا من الصف السادس إلى الثاني عشر فإذا طلعت النتائج وحصل على الطالب أكثر من 95% يخضع إلى اختبار يكشف الموهبة لدى هذا الطالب. لازم يكون الطالب محافظ على مستوى اللي اقبلوه في هذه الأكاديمية، وفي حال نزوله في المستوى يعني يحاولون في التحصيل العلمي متابعة هذا الطالب، ما يأخذون فيه إجباء على طول، متابعة هذا الطالب علميا معرفة هذه الأسباب اللي نزل في هذا المستوى أو في هذه المادة. حرص القائمون على الأكاديمية على جعلها مميزة في كل شيء مقارنة بالمدارس التقليدية، بدءا باعتماد النغمة الهادئة التي تؤذن بانتهاء الاستراحة أو الحصص عوضا عن الجرس المدرسي المألوف، مرورا بالطابعات ثلاثية الأبعاد وبرنامج ليزر، وانتهاءا ببرنامج الإنسان الآلي. يونيفرسال روبوت الثيرد هاند عبارة عن أسيستنت في الجوب مالتي. إذا عندي أي جوب وعندي أسيستنت أبي أتقنها أو أسويها في إتقان، ممكن أستخدم الروبوت هذا في تنفيذ المهمة في إتقان. مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع المعني باكتشاف ورعاية المتميزين والموهوبين الكويتيين هو صاحب فكرة الأكاديمية والمشرف عليها، وقد بادر إلى افتتاح هذه المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية لإعداد جيل متسلح بالعلم والإبداع من خلال ورش تدريبية تنمي قدرات أصحاب الموهبة وبرامج إثرائية عالمية غير متوفرة في المنهج المدرسي العام. إذا دخل ولد ضعيف لا يستحق الدخول ما يستطيع أن يكمل، لأن عندنا مناهج إثرائية عالية المستوى، عندنا اختبارات عالية، البرامج الإثرائية، الرياضيات والعلوم، ودخلنا اللغة الإنجليزية واللغة العربية، يعني المواد الأساسية، إثرائي على المقرر الموجود في الوزارة. وهناك أيضا برنامج after school بعد المدرسة، برنامج تطبيقي. وإلى جانب الخدمات التربوية المتكاملة يؤكد القائمون على الأكاديمية حرصهم على تأهيل كوادرها التعليمية بالتوازي مع رعاية الجوانب الشخصية لكل طالب من النواحي الاجتماعية والنفسية والصحية من خلال أخصائيين مميزين. أكاديمية الموهبة خطوة هي الأولى من نوعها في الكويت، حققت نقلة نوعية لتطوير وتنمية المهارات كما يقول القائمون عليها، في مسيرة يؤكدون استمراريتها بإنشاء فرع مماثل للبنات مطلع العام الدراسي المقبل. سمر شديق، الجزيرة، الكويت.